مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 17 لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة مدينة ميدان. نص المرسوم على أن يشكل مجلس الإدارة الجديد من السعيد بن حميد مطر الطاير رئيسا، ومليح لاحج البسطي نائبا للرئيس، والأعضاء محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وحمد مبارك محمد أبو عميم وعبد الواحد محمد الفهيم، بالإضافة إلى ممثل عن نادي دبي للفروسية وآخر عن نادي دبي لسباق الخيل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة. نصت المادة 2 على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة دورية في الإمارة تسمى جائزة الشارقة في المالية العامة، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود أهدافها وفقا لأحكام هذا المرسوم. نصت المادة رقم 3 على أن يكون المقر الدائم للجائزة هو مدينة الشارقة، ويجوز أن تنشأ فروعا ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها. بينما نصت المادة رقم 4 بأن تهدف الجائزة إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفعاليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها. كما وزار سموه صباح اليوم فعالية دورة 8 لمهرجان الشارقة القرائي لطفل المقامة بمركز إكسبو الشارقة، واستقبل سموه بالكلمات واستقبل بالكلمات الترحيبية والأناشيد الغنائية والفقرات الاستعراضية التي قدمها مجموعة من طالبات رياض الأطفال ومدارس الشارقة. وتجول بعدها سموه في قاعات المهرجان التي تضم العديد من الأقسام والأجنحة والتي تم توزيعها حسب اختصاصها، بحيث تضمنت بعضها دور النشر والأخرى خصصت للندوات الثقافية والورش التدريبية والعروض الفنية والمسرحية والغنائية. وتفضل سموه بإطلاق النسخة 4 لحملة اقرأ احلم ابتكر، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وذلك خلال زيارة سموه منصة المجلس. وثمن صاحب السمو حاكم الشارقة الدور اللافت الذي يقوم به المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في دعم أدب الطفل وتعزيز محبة الكتاب في نفوس الأطفال وتشجيعهم على القراءة والإبداع. انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز الجهود المبذولة في مجال معالجة وتأهيل ضحايا المخدرات والإدمان والارتقاء بالدور الذي يطلع به مركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة ومواكبة أحدث التقنيات والنظم المطبقة في هذا المجال، تقرر نقل مركز التأهيل الخاص القائم حاليا بمنطقة الفش بالشارقة إلى مقره الجديد بمنطقة جويزع على طريق الشارقة الذيد، والذي يجري إعداده على 3 مراحل تتعلق بتطوير وتجهيز المنشآت الخاصة بنزلاء المركز من الرجال والنساء وبفئة الأحداث من ضحايا المخدرات والإدمان. ومن المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال الشهرين المقبلين، تتبعها افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تؤمن بأهمية دور الشباب في صياغة مستقبل الدولة نحو تحقيق مزيد من التقدم والازدهار والرخاء الاجتماعي والاقتصادي لشعب دولة الإمارات. وقال سمو بمناسبة احتفال كليات التقنية العليا بتخريج الدفعتين 24 والـ25 من طلبة كليات التقنية في الإمارة
نفخر اليوم بجيل من شباب الوطن وبناة المستقبل الذين سيكون لهم دورا مهما في رسم ملامح حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبة وقيادة مسيرة التنمية الشاملة التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قبل 4 عقود وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتعلو بهممهم طموحاتنا وتطلعاتنا لتصل إلى عنان السماء ونواجه بهم تحديات المستقبل بنظرة تفاؤل وإخلاص وتفان مع هذا الجيل المميز من أبناء دولة الإمارات. في نهاية الحفل قام السمو بتسليم شهادات التخرج للخريجين البالغ عددهم 167 خريجا في درجة البكالوريوس والدبلوم في تخصصات إدارة الأعمال والعلوم التطبيقية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وتكنولوجيا الهندسة. كما وطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على ملامح الاستراتيجية الجديدة لكلية التقنية العليا على هامش زيارة سموه لكلية التقنية برأس الخيمة وتخريج دفعة جديدة من طلابها. وقام الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كلية التقنية العليا بإطلاع سموه على جانب من أبرز ملامح ومرتكزات الخطة الاستراتيجية 50 للكليات 2021 والتي تم وضعها من منطلق وعي بالطموحات والرؤى الوطنية للقيادة الرشيدة وفي إطار الإدراك للتحديات العالمية وذلك بحضور معالي محمد عمران الشامسي رئيس كلية التقنية العليا. أكد سعادة ألمر بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أن دولة الإمارات شريك استراتيجي لدول الاتحاد الأوروبي وأنه يرحب في التعاون معها للعمل مع البرلمان الأوروبي وذلك من خلال دورها الفاعل والمهم في العديد من قضايا منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها معالي الدكتور أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل مع سعادة ألمر بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي. تم خلال الجلسة التأكيد على مضي دولة الإمارات قدما في خطط التنمية والتطوير وبناء حكومة المستقبل. من جهتها قالت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إن لدينا قيادة حكيمة تسعى إلى ترسيخ السعادة والتسامح والأمن والسلام كقيم أساسية في المنطقة العربية. وقدمت معاليها لسعادة ألمر نبذة عن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب والتطرف. كما وهنأ سعادة ألمر بروك في بداية اللقاء معالي القبيسي على انتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي وعبر عن سعادته لوصول امرأة في الوطن العربي لهذا المنصب الرفيع. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن برنامج الرعاية الصحية الذي أطلقته الوزارة يأتي في إطار تنفيذ الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وذلك تماشيا مع رؤيتها 2021 موضحا سموه أن هذا البرنامج ما هو إلا دلالة على حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على صحة موظفيها وضرورة تبنيهم أنماط حياة صحية داخل الدولة وخارجها. جاء ذلك خلال مشاركة سموه موظفي الوزارة فعالية المشي التي أقيمت أمس على كورنيش العاصمة أبوظبي ضمن برنامج الرعاية الصحية الذي أطلقته الوزارة العام الماضي. ويأتي تنظيم الفعالية في ختام أعمال المنتقى 10 لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والذي عقد في ديوان عام الوزارة تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وانطلقت الفعالية من أمام مبنى الوزارة إلى فندق الشيراتون على كورنيش العاصمة أبوظبي لمسافة 8 كيلومترات وذلك بمشاركة سفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج إضافة إلى عدد من قيادات وموظفي الوزارة وأسرهم. افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مطارات دبي اليوم رسميا مبنى الكونكورس دي في مطار دبي الدولي وتفقد سموه مكاتب ومنصات شركة الطيران والسوق الحرة ومركز الجمارك في المبنى واحد وكبر المطاعم والمقاهي. وكان المبنى قد تم افتتاحه على عدة مراحل بدأت أولها في 24 فبراير الماضي لضمان تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية بسلاسة وانسيابية. يساهم هذا المبنى المميز الذي بلغت تكلفته 1.2 مليار دولار أمريكي برفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 90 مليون مسافر سنوياً.
وقال سموه تلعب الناقلات الدولية العاملة في مطار دبي الدولي دورا هاما في جعل دبي واحدة من المدن الأكثر اتصالا مع العالم. كما وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها هيئة الصحة بدبي من أجل توفير العناية الصحية والرعاية المتكاملة للموظفين والمسافرين من خلال المركز الطبي التابع للهيئة في مطار دبي الدولي، والذي يشتمل على 4 عيادات طبية متطورة. جاء ذلك خلال تفقد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم العيادة الطبية الجديدة التابعة للهيئة في مطار دبي والخاصة بموظفي وخطوط الطيران الدولية والمسافرين، حيث اطلع سموه على مستوى التجهيزات والغرف الصحية التي تضم غرفة استشارة وعناية مركزة وتشخيص الحالات الحرجة والملاحظة. كما التقى الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المساعدة، وأحيى جهودها ودورها في توفير الخدمات الصحية للموظفين والمسافرين. كرم معالي اللواء الدكتور عبيد الكتبي اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار أبوظبي 2016 مساء أمس الأربعاء في أبراج الاتحاد في العاصمة أبوظبي، كرم المشاركين في فعاليات المعرض الذي أقيم في مركز أبوظبي الدولي للمعارض خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الماضي. حضر حفل التكريم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، واللواء متقاعد سيف خيت الفلاسي رئيس أول لجنة منظمة لمعرض الأمن والسلامة، وممثلين عن القيادات العامة للشرطة بالدولة ورؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للمعرض. وألقى معالي اللواء عبيد الكتبي كلمة نقل خلالها تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته للجميع بالتوفيق، مرحبا برؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للمعرض وجميع الحضور. وأعرب عن تقديره العميق للجهود المخلصة التي بذلت خلال المعرض، والتي أسهمت في خروجه بهذه الصورة الحضارية وتحقيق مكاسب جديدة لمسيرة المعرض وتطوره ونموه. شهد معالي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والحضور فيلما تسجيليا عن المعرض منذ البداية حتى انطلاق فعالياته وآراء عدد من المشاركين والزائرين للمعرض. كما وألقى الرائد محمد بخيت المنهالي شاعر وزارة الداخلية قصيدة شعرية بهذه المناسبة. في ختام الحفل قام معالي اللواء الدكتور عبيد الكتبي واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي واللواء متقاعد سيف بخيت الفلاسي بتكريم رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للمعرض والمشاركين والشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين والجمهور الداعم للمعرض والمشاركين في فعالية أكبر تجمع بشري بخوذة السلامة وفريق عمل بطولة تحدي رجال الإطفاء والجهات الداخلية الداعمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار أبوظبي 2016. أكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن دعم السياحة العربية عبر عمل إعلامي عربي سياحي مميز من شأنه تعزيز التنمية والازدهار في الوطن العربي بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة لما فيه خير ومصلحة الشعب العربي الكبير. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. دعم السياحة العربية البينية وتشجيع المشاريع السياحية والاستثمارية في المنطقة من أجل بناء وعي سياحي عربي وتعزيز السياحة الدولية في الوطن العربي هو عمل إعلامي عربي سياحي مميز. جاء ذلك في كلمة معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي خلال حفل تكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام السياحي لعام 2016 الذي أقيم بدبي بحضور معالي الحسن الحداد وزير السياحة المغربي ومعالي نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المصرية، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر المصرية، ومسؤولو 22 مدينة وهيئة سياحية عربية. وقال معالي أحمد بن محمد الجروان إن هذا الحفل المهم الذي يكرم جهود الإعلام العربي السياحي يقام هنا في أرض إمارات الخير التي تشهد نهضة حضارية شاملة واقتصادية وثقافية وإعلامية وسياحية وفي مجال التنمية المستدامة. جاء ذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد
محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف أن هذا الحفل يأتي تكريماً لجهود الإعلام العربي السياحي الذي يعد من أهم وسائل دعم التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية في وطننا العربي الكبير، معتبراً أن البرلمان العربي يرى أهمية التنمية الاقتصادية العربية من أجل محاربة ومجابهة الظروف والمخاطر التي تواجه أمتنا العربية، وإن أحد أهم سبل هذه التنمية الاقتصادية المنشودة هو دعم قطاع السياحة العربية. هذا وقد حصدت دولة الإمارات والسعودية ومصر والأردن والمغرب جوائز أوسكار الإعلام السياحي لعام 2016 التي ينظمها سنوياً المركز العربي للإعلام السياحي، وتلقى اهتماماً كبيراً من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها أهم جوائز عربية في مجال السياحة. أيمن مصبح، قناة الظفرة. شهد اللواء الركن عبد الله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة الحفل الذي أقامته القوات المسلحة بمناسبة تخريج إحدى الدورات التخصصية لعدد من أفراد الجيش اليمني. كما حضر الحفل عميد الركن سعيد راشد الشحي نائب قائد القوات البرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين. وتولت القوات البرية تدريب وتأهيل أفراد الجيش اليمني للانضمام إلى القوات المسلحة اليمنية التابعة للشرعية بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة في مختلف العلوم العسكرية. وقدم الخريجون خلال الحفل عرضا عسكريا أظهر جاهزيتهم للذود عن تراب اليمن وحياضه ومقدرته، وعكس مهاراتهم ومستوى تأهيلهم في التخصصات كافة بجانب الروح المعنوية العالية التي جسدت مدى ولائهم وانتمائهم وحبهم لخدمة بلدهم والتضحية من أجله. أكد العقيد الركن عارف الزعابي قائد مركز التدريب في كلمة له بهذه المناسبة أن من نعم الله علينا في هذا الوطن أن وهب لنا قيادة حكيمة مخلصة للوطن ومبادرة دوما لمد يد العون والمساعدة ومؤازرة الأشقاء والأصدقاء ونصرة المظلوم ورفع الظلم ورد الحق إلى أهله. في شأن اليمني، أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن مشاورات السلام اليمني التي تستضيفها البلاد تقترب من إنجاز اتفاق تاريخي بعد إحرازها تقدما كبيرا حول الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة. ويوضح اقتراح الأمم المتحدة هيكلية وإطار العمل بالنسبة للمحاور السياسية والأمنية والاقتصادية في المرحلة المقبلة. نقلت أيضا الوكالة عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وعدد من المسؤولين تلميحهم إلى بلوغ وشيك لإنجاز حدث كبير تتضح ملامحه شيئا فشيئا، لا سيما بعد أن قطع ممثلو الوفود اليمنية خلال مشاوراتهم التي لم يتحدد لها جدول زمني أهم الخطوات المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل مع اللجان المحلية المعنية بمراقبة الهدنة. اقتصاديا، نتابع آخر إغلاق للمؤشرين المحليين اليوم. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم. نهاية النشر، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.